اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. منتخبنا كسب النهارده منتخب السودان الشقيق في كاس العرب بخمسه اهداف دون مقابل في لقاء طرد منه لاعبان من لاعبي صقور الجديان. منتخبنا تاهل للدور المقبل لكن تنقصه مواجهه في نفس المجموعه مع الجزائر لتحديد متصدر هذه المجموعه وبناء عليها الطريق هذا المتصدر او الوصيف الى الدور او الادوار المقبله. منورني احد نجوم التحليل الكابتن احمد مجدي نجم الزمالك السابق. كابتن مجدي اهلا بيك. ازيك يا هاني؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد كله لله، كويس؟ كله عاش تمام من شافك، وحشنا والله. وانت كمان حبيبي. طيب النهارده كسبنا 5-0 بدون ما اقول اي مقدمه للسؤال، ايه رايك؟ في تحسن كبير في الاداء على الماتش لبنان والماتشات اللي كمان اللي قبليها في التصفيات، ولكن برضه لازم نحط في الحسبان اشتغلت كويس، تحوست على الكوره، اشتغلت الاطراف، اشتغلت عندك، اشتغلت في عمق الملعب كتير، خلقت فرص كتير سواء من كور ثابته او كور متحركه، بس برضه نحط في اعتبارنا ضعف منافس. المنافس طبعا، لان انت خلي بالك الضعف المنافس دايما بيخليك انت عندك اريحيه في اللعب، ولا في ضغط، ولا في حتى لما بيلعبوا مثلا في 40 متر بيلعبوا في مساحات دايما في ظهرهم، ما بيضغطوش كويس في وسط الملعب، فطبيعي جدا تبقى مفتوح جدا في المنطقه اللي ورا، والاطراف عندك ما بيدافعوش كويس. يعني لبنان رخمت شويه على منتخب مصر لان كانوا واقفين كويس في عمق الملعب والاطراف، لكن السودان ولا دفعت اللي هو الدفاع المتاخر، ولا ايوه الدفاع المتقدم، ولا الدفاع الوسط، يعني الدنيا كانت مفتوحه جدا جدا عنده. لكن في تحسن في الاداء، في لعيبه دخلت برضو جديده واشتغلت بطريقه كويسه، لكن يعني في تحسن، انا شايف ان تحسن الماتش على الماتش اللي قبليه. عايز اتكلم معاك عن الاستفادات من المباراه، لكن الاول اسالك في رايك في التشكيل وترتيبتك انت للعيبه في الملعب كانت عامله ازاي، ال 11 الاساسيين لمنتخبنا. يعني الوحيد اللي انا مختلف شويه في الشكل بتاعه ايمن اشرف، لان ايمن ما لعبش قبل كده في المنطقه دي، والمنطقه دي ليها شغل معين. وخلي بالك في بس نقطه عشان الناس تبقى واضحه وصريحه، 4 3 3 فيها مشاكل في اللعب كتير، بمعنى ان انت لو عندك اتنين لعيبه البوكس تو بوكس اللي هو زي احمد سيد زيزو وايمن اشرف، لو ما بيهاجموش دايما باستمرار هتبقى انت متكتف، او انت اكنك ما بتلعبش ب 4 3 3 مالهاش اي لازمه. تمام، لو لعبت بثلاثه اللي قدام بس، انت خلي بالك انت شايل رقم 10 اللي هو منفصل موجود عن العالم، منفصل عن العالم بالظبط. لكن هو الطريقه دي بالذات عشان تنفذها هي عاوزه شغل كتير جدا جدا جدا، وعاوزه الكثافه العدديه الهجوميه تبقى كبيره. صح، لكن مش موجوده لو انت هتلاعب ايمن اشرف واحمد سيد زيزو عشان يستلموا ويسلموا، ما تلعبهاش احسن. تمام، فانت النهارده الكلام ده يظهر امتى؟ يظهر في الماتشات التقيله او الكبيره. هل هتلعب بالثلاثه في وسط الملعب عشان يدافعوا بس او يسلموا ويستلموا بس؟ هتبقى مشكله كبيره، هتبقى انت منعزل بالثلاثه اللي قدام. حسيت ان ادوارهم الهجوميه النهارده مش مكتمله؟ النهارده مش هقدر احكم مكتمله او لا، مش مكتمله. لا، عايز احكم في ضوء اللي شفناه النهارده بغض النظر المنافس ضعيف ولا قوي. يعني انت النهارده مثلا احمد سيد زيزو الوحيد اللي ممكن يعملها كويس عشان بحكم القوه البدنيه اللي عنده، اللي هو بيلعب دايما على الاطراف، دايما ساعات بيخش جوه عمق الملعب، فعنده الحته البوكس بوكس يعرف يعملها كويس. لكن ايمن اشرف هو لعيب دفاعي يعني دفاعي يعني رقم واحد دفاعي، يعني دفاعي افضل دفاعي مميزاته دفاعيا لكن مش هيقدر يديك حته السرعه والقوه اللي مطلوبه في وسط الملعب والضغط والاستحواذ، واللي هو يروح البوكس تو بوكس هتبقى صعبه جدا جدا عليه. لكن انا استغربت، يعني انا كل التشكيل بالنسبه لي، خلي بالك برضو الناس مش متابعه فيوتشر، ان النهارده ان عمر كمال بيلعب مين؟ بيلعب اصلا باك رايت في فيوتشر. الناس مستغربه ان الناس بتتكلم ان الراجل اخترع المكان ده. دي مش مخترعه. لا هو مش مخترعه، اللي نشكر عليه عمر كمال واحد هو كابتن علي ماهر ان هو لعبه في الحته دي. فانت برضو هيبقى رئه كبيره جدا لمنتخب مصر في القوه الهجوميه، عنده قوه سريع قوي يقدر يروح ويرجع، عنده القوه البدنيه كويسه. فده برضو هيبقى مكسب كبير للمنتخب الفتره الجايه. لكن ايمن اشرف هو الحته الوحيده اللي انا مستغربها، وما احمد سيد زيزو شفته في وسط الملعب، انا حابب ان احمد سيد زيزو يعني ممكن يلعب في الحته دي، لو ما بيلعبش في الحته الهاف رايت ممكن يلعبها ويلعبها كويس جدا 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 يعني. طيب عمر كمال عبد الواحد معاك، كانت عليه كابتن مجدي، لعب النهارده ظهير ايمن، والماتش اللي فات لعب كبديل في نفس المكان، واكرم توفيق هو اللي كان بيلعب اساسي في الماتشات السابقه. ايه الفرق بينهم، او ايه الادوار المختلفه اللي بتظهر في عمر وما بتظهرش في اكرم، او العكس؟ عمر اقوى هجوميا، لكن اكرم توفيق اقوى دفاعيا. خلي بالك برضو عمر مش مكانه، فالحته الدفاعيه هتلاقيها مقلقه شويه، لكن النهارده انت ما شفتهاش كتير لان انت اصلا ما شفتش الشناوي او ما شفتش الضغط الهجومي اللي علينا، او اللي هو اللعيبه تقدر تروح من السودان او تروح الهجمات المرتده، حتى كانت يعني مش موجوده. انت بتدافع بس ما فيش هجمات مرتده. لكن اكرم قوي دفاعيا، هتستفاد منه امتى؟ انت بقى عندك اوبشن هنا واوبشن هنا. تمام، اوبشن ان انت لما تيجي تلعب فرقه هجوميه قويه زي مثلا فرقه زي الجزائر، هتقدر تستخدم اكرم توفيق، لانك انت عاوز مثلا
وبرده خلي بالك انت بتقعد تفكر يا هاني، هتلاعب الباكين بيقدروا بيطيروا ولا تلاعب باك وباك الناحيه الثانيه واقف وثابت؟ فانا اعتقد ماتش زي الجزائر ممكن تلاقي لاعب اكرم توفيق ولاعب الناحيه الثانيه احمد فتوح. فانت واحد وواحد، لكن في ماتش زي النهارده انت كنت عاوز تجرب لعيبه. خلي بالك برده كيروش ذكي ذكي جدا في الحته دي، ان هو لاعب ماتش لبنان وماتش السودان هو كتجربه بالنسبه له، هو مش عاوز يعني عارف ان هو هيكسب، يعني ممكن يكسب واحد يكسب فيلا جرب لازم اكثر قدر ممكن من التجربه بالظبط من لعيبه وده اللي واضح في الاخر. لكن اعتقد ماتش الجزائر هيثبت على التشكيل الاساسي اللي هو او القوه اللي هو سواء الدفاعيه او الهجوميه عنده للماتشات اللي بعد كده. لو لو مسعد ربع النهائي برضه هتبقى ماتشات صعبه جدا. يعني هياخد ناتج الماتشين بتوع لبنان والسودان ويعمل بيهم الاحسن من الكوكتيل ده في ماتش الجزائر ده اللي هو شايف اللي هو بالنسبه له هيبقى هو ده القوه، لانه مفيش تجربه في ماتش الجزائر. ماتش ليه مفيش تجربه في ماتش الجزائر؟ تعال نتكلم في دي. الجزائر فرقه تقيله، فرقه قويه جدا بدنيا فنيا ذهنيا، بقى لهم كام سنه شغالين مع حوالي 4 5 سنين شغالين مع بعض، حتى باللعيبه اللي مش محترفين هم اقوياء جدا جدا جدا، بيلعبوا يعني بيلعبوا في انديه كبيره. مظبوط. فانت الجيل اوريدي ده الحته اللي انا مختلف فيها مع كيروش، بناء جيل. ده بناء الجيل اللي تقعد 4 5 سنين، فاي لعيب هيخش من بره هو عارف السيستم بتاع اللعب او المدرب. اما النهارده ما بيكون عندي بتتكلم في 50 لعيب حواليا في منتخب، انا باخد 22 23 لعيب وانا ماشي بقى في الطريق هاني بظهر لعيب كويس شايفه كويس، ابدا ادخله مع ال 20 لعيب دول، ابدا ادخله مع ال 20 لعيب دول وهكذا. فده ابني جيل، انا عندي سيستم لعب وعندي طريقه لعب وعندي شكل في الملعب. النهارده اي لعيب من الجزائر هيخش في التيم هتلاقيه بالنسبه له الموضوع منتهي. في منتخبنا ايه الحد الاقصى من التجربه اللي ممكن تعملها في ماتش التلات قدام الجزائر؟ يعني ازاي تبقى مستفيد من الماتش على مستوى انك بتجرب وبتعمل جيل زي ما بيقول كيروش، وما بين انك ما ينفعش تلعب الجزائر بتجربه ترهقك او تعمل لك نتيجه مشكله؟ يعني الواضح ان هو هيلعب من التشكيلين اللي لعب بيهم. مش هينفع يدخل حد ما لعبش اصلا الفريق الماتشين اللي قبليهم يلعب ماتش الجزائر، فانت اوريدي هيختار من التشكيلين. وانت لو جيت بصيت هتلاقي التشكيل يعتبر هيبقى معروف. يعني مثلا ناس بتسال مثلا قفشه 4-3-3 مش هتلاقيه موجود باستمرار. لان عاوزه مميزات معينه في قفشه مش موجوده. قفشه قوي جدا هجوميا وبيعمل اسيستات، لكن في 4-3-3 مش عاوز يصنع لعب. عاوز لعيب بوكس تو بوكس اللي هو يروح ويرجع يروح ويرجع، عاوز واحد قوي بدنيا. فقفشه ممكن ما تلاقيش ليه دور، او بعد كده لو غير خطه مثلا 4-2-3-1 هو اللي انا شايفه هو من اول ما لعب 4-3-3 بطرق غريبه. يعني فتلاقي مثلا واحد بره الملعب شويه واحد جوه الملعب شويه، لكن هي في الاخر ستيل 4-3-3. ده اللي عاجبني انه ان ال 4-3-3 بتاعته بيجرب فيها، يعني بيدي ادوار خلال المباراه مختلفه لنفس اللعيب. ما هي دي قناعاتي هاني. انا قناعتي شايف ان 4-3-3 احسن طريقه في العالم. بالنسبه لكيروش او هو شايفها ان الطريقه الامثل. لكن عندك اللعيبه اللي تنفذها ولا لا؟ وفي حاجه برضو الناس مش واخده بالها منها، انت هنا في مصر ما حدش بيلعب 4-3-3 نهائيا. كل اللي بيلعب 4-2-3-1. فعنده اللعيبه كلها المميزه في حته رقم 10 دي هي موجوده اوريدي موجوده. فما ينفعش تلعبها رقم 10 عشان هو ما بيلعبش 4-2-3-1. فدي برضو حته كان لازم كيروش يعني ايه ياخد باله منها، لان ما فيش وقت للتجارب او لسه فاهم خطه جديده. كنت الاحسن من وجهه نظري انت جاي على فرق بتلعب 4-2-3-1 وفي كذا كذا في كذا نادي عنده رقم 10 يقدر يلعبها كويس جدا، كنت تلعب 4-2-3-1 لحد لما تشوف الدنيا تمشي ازاي، بعد كده تبدا تجرب الطرق الجديده. ده كان وجهه نظري. يعني بختلف معاك في نقطه بس وعايز اسمع برضو رايك فيها، انه هو من حقه انه يعمل الطريقه اللي هو عايزها باللعيبه اللي هو عايزها. بمعنى ايه؟ ان هو واضح انه 4-3-3 دي من حتى قبل ما يدرب مصر موجوده في دماغه ودي الانسب. فهو جه اتفرج على ماتشات الدوري وهو مثبت في دماغه 4-3-3، فشاف لعيبه من الدوري منهم احنا ما كناش متوقعين ابدا ان هم ينضموا للمنتخب، لكن هو واضح انه شايف فيهم اللعيبه اللي ممكن ينفذوا فكرته دي. فبالتالي ما هو ده المدرب، هو المدرب ده مش مضطر خالص يمشي على طريقه لعب مدربي الانديه بتاعه الدوري اللي بيلعب فيه. لا انت برضو خلي بالك اما تيجي تبص اوروبا غير مصر يا هاني، اللعيب المصري تكتيكيا ما تقدرش تديله افكار كتيره، هيتعب منك هيهنج منك زي ما بيقولوا. فانت اوريدي الفكره بتاعت ال 4-2-3-1 رقم 10 هي موجوده اوريدي في مصر. لكن انا خلي بالك برضو انت هنا في مصر احنا عندنا حتى وقتنا ما اعتقدش ان احنا عندنا 4-3-3 بالشكل المطلوب للاثنين اللي هم 8 و10. مش هتلاقي في مصر كتير يعملوا الدور ده. انا وجهه نظري الوحيد اللي ممكن يعمل الدور ده هو احمد سيد زيزو. ده لكن اللي ممكن يعمله تاني اوباما.
مش 10 في الزمالك، لكن اللعيب اللي هو البوكس تو بوكس يعرف يروح ويرجع. محمد هلال كويس، محمد هلال ممكن يعني، بس دفاعيا مش هيرد الرد. فانت فاهم 50-50 مفهوم. فانت لا انت عاوز ال 50 دي فيها جزء بدني زي مثلا ليفربول، انت عندك هندرسون النهارده وعندك اما فاينالدو لما كان موجود عندهم القوه البدنيه حاليا. تياجو 6، لكن انا بتكلم الناس اللي بتروح وترجع عاوزه جزء بدني كبير جدا جدا جدا، ومن غير الجزء البدني مش هتعرف توصل للمناطق الخطر اللي انت تقدر يعني تخلق فيها مساحه. فانت اوريدي هتعزل صلاح وهتعزل مانيه عن الفرقه كلها، لكن هي ليها طرق معينه في التنفيذ ولازم تكون موجوده في التيم. مفهوم. فعشان كده كان التنفيذ بتاع 4-2-3-1 اسهل بكتير. طيب دلوقتي احنا معانا الصداره زينا زي الجزائر في كل شيء. الماتش اللي جاي ده وانت داخله، انت بتفضل دايما الطريق الاسهل، يعني انك تبقى عايز تكسب الجزائر عشان ما تلعبش المغرب، ولا بالنسبه لك لا انا العب وان شاء الله حتى اتغلبت انا هدخل الدور اللي بعده عايز اكسب المغرب فمش فارق معايا؟ انت شايفها بتحسبها ازاي؟ الطريق الاسهل تفضله ولا اي طريق ومفكرش غير في نفسك؟ الاثنين اقوى من بعض. يعني سواء لعبت الجزائر او يعني حتى لعبت الجزائر والمغرب هو بروفال نفس قريب من بعض، نفس الليفل فانت كسبت او خسرت لو لعبت المغرب او هتلاعب حد تاني بعديه، ففي برضه فرق قوية خاصة. بس لو كسبت الجزائر هتلاعب حد اقل من المغرب، بس بعد كده ممكن تلاقي بعد كده المغرب برضه وهتلاقي الفرق دي. فانت اوريدي بروفا بالنسبه لك تشوف شخصيه المنتخب اخبارها ايه. يعني ماتش الجزائر بالنسبه لي شخصيه المنتخب هتظهر، لانك بتلعب تيم محترم وتيم متاسس كويس جدا جدا جدا، عنده امكانيات كبيره في حتى المنطقه الهجوميه بالذات، كمان عندهم شغل كويس جدا بيعملوه. فانا في الاخر لا بالنسبه لي شخصيه المنتخب او تقييمي لكروش والمنتخب ممكن يظهر في الماتش ده. تمام. ممكن اللي فات ده كله كوم، وماتش زي الجزائر والمغرب والحاجات دي كلها تبقى كوم تاني طبعا. طيب انا مش حاسس ان هو هيتقيم بس على الماتش ده، ممكن لكن هو لازم يخلي باله من ان النتيجه ممكن تاثر في رايه. بتكلم التقييم الفني، التقييم الفني بتاع الفرقه اخباره ايه؟ انا ده انت بتواجه بقى ليفل مختلف عن كل ليفل، بقى خلاص ليفل اللي هو التوب اللي انت ممكن تلعبه في التصفيات بتاع كاس العالم، فاهم ازاي؟ فانت خلاص لازم تعرف المنتخب واصل لفين. دي بتبقى بروفا من وجهه نظري. خلي بالك برضو هتلاقي مستوى اللعيبه بيعلى ذهنيا، واللي هو بيفكر في الماتش كويس. عارف الماتشات الكبيره هاني بتبقى دايما اللعيب مش محتاج التحفيز الزياده على اللزوم. الماتشات الصغيره هو اللي هي بتبقى مشكله، لكن الماتش الكبير بيبقى اللعيب عارف يعني ايه ماتش الجزائر، عارف الجزائر محترمه مصر ومصر محترمه الجزائر، ماتش كبير بين فرقتين. فاعتقد ان شخصيه المنتخب نفسها، انا نفسنا نطمن على شخصيه المنتخب اخبارها ايه. طيب خلينا نتكلم معاك عن الخمس تجوال اللي جمعهم النهارده وتحللهم لي كده وتصفهم. الهدف الاول احمد رفعت، ويا بخت اللعيب اللي يعجبه او اللي يعجب الجول بتاعه حفيظ دراجي. تحس انه بيخليك ملك طبعا. انا النهارده هو الحقيقه احمد رفعت جوله يستحق، هو يستحق، لكن كمان الطريقه اللي علق بيها حفيظ دراجي على الهدف خليتك تبقى قاعد منبهر ومستمتع تاني بالجول. تصويبه بفاول بقدم تيجي في العارضه تترد لاحمد رفعت نفسه مرتده يلعبها بالقدم الاخرى بصاروخ اخر بنفس القوه. هدف اول شفته ازاي كابتن مجدي؟ هدف عالمي. هدف عالمي، حتى الفاول نفسه عالمي، يعني الفاول اللي حط في العرض ده مش اي حد موجود في مصر دلوقتي. من محبين احمد رفعت جدا، يعني من الناس المقتنعه جدا جدا ان احمد رفعت من احسن الاجنحه اللي موجوده في مصر. فلازم تستغل احمد رفعت، امكانياته قويه جدا جدا جدا، ولكن عندك الحته الدفاعيه في ماتشات الثقيله مش عارف يعملها. تمام. فانت لازم تخلي بالك في ماتشات اللي انت محتاج فيها قوه هجوميه كبيره احمد رفعت لازم يكون موجود، مش محتاج فيها قوه هجوميه كبيره تلعب على المرتدات او الكلام ده كله، فانت لازم تلاعب حد عنده الرئه اللي يقدر يروح ويرجع دايما باستمرار. فجون طبعا جون احسن جون فيهم، يعني احسن جول فيهم. الجول اللي سجله الونش بعد مجهود حسين فيصل ومراوغتين عاملهم شفته ازاي؟ شفته ان ده لعيب تطور كبير جدا حتى برجله الشمال. ده مين؟ الونش. تمام. يعني طبعا حسين عملها كويس جدا 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 وعدى في خرم ابره زي ما بيقولوا اللعب الخماسي يعني. لكن خلي بالك الونش انت دلوقتي رجله الشمال بقى مش هتعرف بيلعب اليمين والشمال. انت اللعيب اللي يعمل الكره دي بشمال وكده بالثقه دي مش اي حد يعملها. فانت ده نتاج تطور للونش اللي هو بيلعب ناحيه الشمال دايما في الزمالك. فبدا يشتغل على رجله الشمال، بدا اما الكره يبقى في ضغط عليه بيعرف يحط كره طويله، بيعرف يحط باص على الارض، بدا يبدا الكره كويس جدا. فده نتاج التطور اللي هو لعب بشماله، ما جاتش الكره على شماله راح موقفها ناحيه اليمين، ما كانش عمرها ما كانت هتيجي جول. بمناسبه حسين فيصل، شفت ازاي مستواه في اول مباراه دوليه مع المنتخب؟ سجل هدف وصنع هدف. بتكلم بقى على اوفرول
كان مستواه ازاي من وجهه نظرك؟ انا شايف الميزه الكبيره اللي في حسين اللي هو مش خايف ومش قلقان، تحس ان هو بيلعب مع اللعيبه دي بقاله كتير جدا جدا نعم. جدا، ودي شخصيه، شخصيه لعيب. فبغض النظر هو كان كويس او وحش او يعني ككوره، لا انا المهم بالنسبه لي اللعيب المنتخب لما يلعب اول ماتش بالنسبه له ما يحسش ان في قلق، وان انا مش خايف وانا بلعب مع لعيبه، وعنده شخصيه حتى مع اللعيبه الكبيره بيتكلم أيوة. مع اللعيبه يعني مش مقلق مش خايف، فهيبقى مكسب كبير جدا لو ادوله فرصه كمان. ما حسيتش انه ده ليه علاقه بكيروش، ان عمر مرموش اول ماتش دولي يبقى الثقه دي في نفسه، حسين فيصل اول ماتش دولي يبقى بالثقه دي في نفسه، احمد رفعت تاني او تالت ماتش في حياته مع المنتخب، لعب مع برادلي قبل كده ولعب مع كيروش نفسه بديل الماتش اللي فات، والنهارده بيلعب اساسي. فالمدرب ممكن يكون سبب من اسباب ان اللعيبه اللي بتبدا لاول مره تلعب بالهدوء ده او الثقه في النفس دي. اكيد طبعا. ازاي؟ ايه اللي ممكن يكون بيعملهم؟ اكيد بيتكلم معاهم، اكيد اول كلمه يقولها له العب وما يهمكش حد، يعني ما يهمكش، يعني انا يعني واحد زي مروان مثلا لازم كان الماتش اللي فات لو كان قعد النهارده، الماتش النهارده احسن النهارده احسن كمان بكتير من الماتش اللي فات، لكن في الاخر كان يحبط، كان ممكن يطلع بره المود خلاص بقى وبره البطوله والكلام ده كله. انا كمدرب لازم اقول للعيب اول ماتش بالنسبه له العب انت لعيب كويس، عندك خلي عندك ثقه في نفسك، وهتلاقي زمايله بيساعدوه، هتلاقي مش حاسس بحاجه، والاهم اختيار الماتش الصح من وجهه نظري. النهارده اختيار ماتش السودان هو بالنسبه لي تالق لحسين، لان في مساحات في خطوط بعيده عن بعضها، ماتش السودان يعني يقدر يستلم ويستلم أيوة. ويلف ويتحرك ويرقص، فما كان عنده الثقه. لكن الماتشات الثقيله عشان تنزل، انا من الناس دي، يعني الناس أيوة. اللي انا دايما مقتنع ان اللعيب اللي بينزل اول مره او بيلعب اول مره سواء دولي او حتى محلي لازم ينزل في توقيت صح. تمام. ما بدأوش ماتشات تقيله عشان ما ياخدش الضغط كله فين على كتفه. لكن انزله ربع ساعه في 10 دقائق ياخد الثقه وبعد كده يبدا يمشي. ضربه جزاء بيحصل عليها عمر كمال عبد الواحد اللي تقدم من اليمين لحد ما بقى جوه منطقه الجزاء، لكن مش دي النقطه اللي عايز اسالك فيها. عايز اسالك على زيزو. مش كتير لما بتلاقي نموذج في الكوره يبقى اسمه بمتخصص ضربات جزاء، وعاده ما بيسجل وبيسجلها حلو وبيغير اتجاهاته. احمد سيد زيزو بيكتمل فيه صفات ضربه الجزاء الحلوه. يا بس مش حلوه انت أيوة. في حاجه مش واخد بالك منها. ال 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 الارتفاع بتاع الكوره. ايوه. صعب قوي ان حد يلعب الارتفاع ده باستمرار. يعني اي لعيب بيبقى عاوز يحط الكوره جامده. لكن الارتفاع نفسه بيبقى صعب جدا. الارتفاع ده ممكن تلاقي الكوره فين؟ في السماء. فانت في ماتش الزمالك الاخير في الدوري الارتفاع بتاعك كان بالعرضه. ما هو عشان خلي بالك برضه لازم احمد سيد زيزو باستمرار يتمرن على حركه الجون. ايوه. ودي اهم بكتير من الشوطه الجامده. يعني في اوقات كتير جدا الجون بيبقى حافظ، وخلي بالك دلوقتي مع تحليل الاداء والمحللين بدا يجيبوا لك ضربات الجزاء بتتحط فين أيوة بتلعب ازاي، ويقول لك اخر 3-4 ضربات جزاء بيلعبها هنا في الـ في الـ في الطول ده او الارتفاع ده، بيلعبها جامده بيلعبها خفيفه شويه أيوة. وهكذا. فانت لازم دايما باستمرار تبدا تغير وتعرف الجون بيتحرك ازاي. ودي مهمه جدا، لان الجون لازم يتحرك على الاقل لو بثانيتين. فرجل الجون ده لو انت شفت رجل الجون هتبقى سهله جدا صح. عليك. فعاوزه تتعامل باستمرار التدريب، لان مهما وصلت لدرجه اللي انت بتحط ضربات جزاء، لا الجون نفسه بقى بيتمرن وبيشتغل على ضربات الجزاء وعنده محللين اداء وعنده مدرب حراس مرمى هيبدا يتكلم معاك في الحته دي. حصل حسين فيصل على مكافئته من المباراه بانه سجل هدفا من متابعه لراسيه مروان حمدي اللي سقط. قبل ما نعدي الجون اللي فات الحركه بتاعت عمر كمال عبد الواحد في عمق كيف حصل على ضربه الجزاء؟ عمق ضربه الجزاء الحاجات دي ما بتحصلش صح. غير في دي كيروش وكابتن علي، لان انا بتفرج على طول تمرين كابتن علي علي ماهر على طول بيشتغل الحته اللي هي مورا الخطوط وكمان الكره الطويله اللي اتعملت صح في المساحه الصح واشتغل فيها صح. فده حركه برضه نتكلم عليها صح. طيب حسين فيصل هو اللي سجل، لكن انا بتكلم على مروان حمدي براسيه كانت هتسكن الشباك لكن بيتواصل بيها شويه سوء حظ اللاعب. هل ترى سوء حظ ام دي امكانيات اللاعب؟ لانه اللاعب كان مثار جدل الايام اللي فاتت بعد انتقادات ورد منه على بعض المحللين. لا انا شايف ان هو ضغط مش اكتر. ضغط عليه. هو عاوز يجيب جون باي طريقه، عاوز يثبت للناس لا ما حدش يتكلم عليا، انا لعيب كويس واستحق الفرصه. والراجل شكله مقتنع بيه، مقتنع بيه اقتناع تام ان هو يبداوا ماتشين ورا بعض. فده ضغط مش اكتر. واحمد مجدي ايه رايه؟ احمد مجدي رايه في ايه بالظبط؟ في اداء مروان حمدي في الماتش النهارده تحديدا. لحد ما احسن من الماتش اللي فات ولكن في خلي بالك برضو حاجه، يعني كروش ما بيستمدش على الراجل رقم 9-9. انت لو بصيت على مروان هتلاقيه نازل كتير قوي في وسط الملعب. فانت اوريدي مروان لو هتعتمد عليه هتعتمد عليه عشان الكروسات. فاهم قصدي؟ ما ينفعش مش مروان اللي ينزل يستلم بين الخطوط ويعمل الزياده العاديه في وسط الملعب، لا محتاج لعيب امهر شويه واخف
في الحركه وفي الباص كمان، لان الباص ده دايما باستمرار هتلف وهتروح على هافين يشتغلوا في عمق الملعب. فانا لو مروان هيثبت يبقى هو الثابت، واعتقد طبعا مصطفى ما يرجع او موجود هيبقى هو اللي موجود، وفي كذا لعيب تاني ممكن محمد شريف، انا برضو مش مع محمد شريف خالص ناحيه الليفت تماما تماما تماما. لكن مروان النهارده لما لعب هو واسامه فيصل كان ايه ادوارهم؟ لما لعب نفس الملعب في نفس الوقت اسامه فيصل هو شريف. اما لعيبه اطرد بتاعه السودان الراجل حول ل 4-4-2 لعب بفرودين فبدا بدا يغير السيستم شويه، وجات لهم فرص الاثنين تصويبتين، لكن طبيعي محمد شريف جاب جول بالظبط. جول محمد شريف تعاون دائم ما بينه وما بين مجدي قفشه في الاهلي. النهارده قفشه بيلعب له كوره عاليه الاول بيستلمها وبيسجل او براسيه حلوه قوي والفار بيراجعها فبتدخل الهدف. شفت ازاي اللقطه دي كهدف وده هدفنا الاخير في اللقاء؟ قفشه اسيست، لان زي ما قلت لك 10 رقم 10 قفشه بتاع اسيست مش بتاع جون، مش هو اللي يروح يجيب الجون، مش هو اللي يكمل ورا المهاجمين والكلام ده كله. لكن في الاخر زي ما قلت لك محمد شريف هو مولود رقم 9 ما ينفعش يطلع بره الخطوط، يبقى انت كده بتظلمه، بتضيع مجهوده وبتضيع مجهود المهاجم كمان اللي بيلعب موجود اللي هو مروان. لكن الراجل لعب 9-9، الراجل اول ما الكره جات له في منطقه الجزاء، وحتى ماتش لبنان كل الفرص اللي جات لنا كانت جات لنا بسبب ان هو بيخش في عمق الملعب من الكورسات يقدر يجيب بيها اجوان. فانا لا انا شايف جون حلو قوي قوي، ومحمد شريف ما ينفعش يلعب غير رقم 9، سواء بقى هتلاعبه هتلاعب مصطفى محمد هتلاعب مروان هو رقم 9 ما تظلموش يعني. عمرو السوليه في طريق الثلاثه وكابتن المنتخب، ارى انه لاعب مؤثر جدا في طريقه لعب كيروش جدا. تتفق؟ طبعا بدايه الهجمه بيقدر يشتغل كويس، بيقدر يغطي كويس، بيقدر يغطي المساحات الضيقه كويس جدا جدا جدا، قائد بيتكلم كتير، شايف الملعب كويس، عنده بصير كويس، يقدر يلعب كره طويله في ظهر المدافعين بتوع الفرق الثانيه. لا اكيد طبعا مؤثر جدا يعني. هو اللعيب برضه من اللعيبه القليله اللي لعبت الماتشين، او هو الراجل عارف ان هو هيلعب مظبوط. طيب بشكل عام البطوله شفتها ازاي بعد نهايه الجوله الثانيه، وان بعض المنتخبات تتحدد خلاص رسميا تاهلها كابتن مجدي؟ لا بطوله حلوه بطوله حلوه، فيها كوره كتير وفيها شغل فني كبير، في 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 منتخبات ضعيفه وفي منتخبات قويه جدا جدا جدا، وده الحال يعني في الكوره. بس برضو الحال يعني تحس برضو المنتخبات يعني مثلا منتخب الامارات ما كنتش متوقع الشكل الفني بتاعه، قلت هيبقى احسن من كده بكتير، اقل من المتوقع. السودان يعني صعبه، لبنان بغض النظر ان هي بتدافع بس، لكن على الاقل بتحاول تعمل طريقه دفاعيه، لكن هي ناقصه، لكن بتحاول تشتغل على الطريقه الدفاعيه. بمناسبه بتدافع بس، كنت ذكرتها من شويه انه لبنان والسودان بيدافعوا مش بيحاولوا يهاجموا، هل منتخبنا هو اللي نجح دفاعيا ولا المنافس هو اللي سهل عليك المهمه الدفاعيه؟ لا بص، طريقه لعبهم هي اي فكره في الكوره يا هاني ليها جهد دفاعي وهجوم. تمام. هم بيعملوا الدفاع كويس لكن تحول هجومي زي مين؟ الفريقين السودان او لبنان اكتر كمان. او لبنان يعني شويه بتحاول شويه، لكن السودان التحول الهجومي بتاعها ضعيف جدا، وبرده قدام ماتش يعني الماتش بتاع لبنان النهارده في تحول شويه هجومي، يشتغل شويه على الجزء الهجومي، لكن قدام مصر تقريبا ما شفناش الشناوي في كور ثابته بس فقط لا غير. لكن في الاخر اي فكره هتفضل خانق نفسك دايما باستمرار، قاعد في وسط ملعبك الكره بتطلع بترجع لك بترجع بتفضل خانق نفسك، لكن في الاخر لازم تطور الجزء الهجومي عشان تنجح الفكره في الاخر. مين قلت ان في اكتر من فريق فرق قويه، مين اللي ممكن ترشحه للفوز بالبطوله لو اديتك ثلاث اختيارات؟ يعني اختار ثلاثه ممكن يبقوا متواجدين. المغرب، الجزائر، مصر، ومعاهم تونس. معاهم تونس اللي خسروا من سوريا امبارح. كابتن نادر السيد كان معايا من شويه وعلى التليفون وقال ان منتخب مصر افضل من الجزائر في كل الخطوط، قلت له ده راي مش شائع، قال لي لكن لو اتكلمنا بالاسماء هنلاقي ان منتخبنا افضل من الجزائر في كل الخطوط ومرشح بقوه للفوز في الماتش اللي جاي. تتفق ولا تختلف؟ انا يعني اتفق او اختلف، مش هو ده الموضوع. الموضوع في الثقه. ثقه المنتخب الجزائري كبيره برضه يعني، ما تقعد 4 سنين 5 سنين شغال باستمرار بتكسب، واخد بطوله افريقيا بتكسب باستمرار، بتروح كاس العالم، كل الكلام ده كله بيديك ثقه في نفسك وثقه في الجيل والمدرب الموجود. انت مشكله مصر ان انت بره بطوله افريقيا كاس العالم اللي وصلته قبل كده كده غيرت، يعتبر جيل شغال بقى له فترات كبيره جدا وبتدخل ناس معاه، فانت في الاخر لسه ما عندكش ثقه منتخب مصر بتاعه 2006 و2008 و2010 اللي انت الثقه دي خلي بالك بتبقى مهمه جدا في الملعب. يعني لما تيجي تلعب في الملعب لا في ثقه منتخب مصر نازل اسما منتخب مصر موجود، لكن الجزائر عنده الثقه الكبيره. 36 ماتش من غير خساره
داخلين على ريكورد تاريخي، عدد يعني كبير طبعا. جدا جدا. ريكورد هيبقى قياسي لم يتحقق. انا بقول لك هو ده الموضوع. هي الحته دي الثقه اللي موجوده عند منتخب الجزائر اللي انت بيديله مثلا على الاقل 50% مكسب قبل ما ينزل يلعب، ومع دراسه طبعا الفرق والشغل الفني اللي بيعمله المدير الفني بتاعهم. لا فانت في الاخر هي الثقه اللي موجوده بتاعه منتخب الجزائر. منتخب مصر محتاج الثقه دي، اللي انت تكسب دايما، تكسب ماتشات باداء حلو. ايوه الجزائر بتكسب وبتادي كويس سواء جوه او بره ملعبهم. فانت خلي بالك انا مقتنع اقتناع تام، حتى لو النتائج مش موجوده دلوقتي، لكن طول ما الاداء موجود وكويس النتائج هتيجي لقدام. صح. طيب بمناسبه منتخب الجزائر، هو لعب 36 مباراه متتاليه بدون ان يخسر. الريكورد الرقم القياسي الموجود عالميا هو رقم إيطاليا اللي لعبوا 37 مباراة بدون خسارة، ثم خسروا أمام إسبانيا مؤخرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وبالتالي ماتش الجزائر اللي هيعادلوا أو عايزين يعادلوا بيه رقم إيطاليا الإيطالي هو ماتشنا. وبالتالي مصر قدامها مهمة دلوقتي أو منتخبنا، هو إحباط محاولة الجزائر لمعادلة إيطاليا. لكن الغرض الرئيسي أكيد لمنتخبنا هو التأهل كمتصدرين إلى الدور المقبل، وتجربة أكبر عدد ممكن من الافكار يفيد المنتخب في المراحل التاليه. كابتن مجدي عايز تقول حاجه في النقطه دي؟ طيب عايز انا اقول حاجه في قصه العناصر المختاره. مع كل مباراه بيطرح التساؤل بتاع طارق حامد، وهل يفتقد المنتخب طارق حامد ولا لا في فكر كيروش؟ رايك انت ايه؟ بص طارق لا غنى عنه، عشان نبقى يعني لا غنى عنه، لكن في الاخر هو خده او ما خدوش ليه؟ نقول اسباب. مثلا ان هو شايف ان عاوز لعيب رقم 6 يلعب، يبدا كره من تحت، يبدا يروح لقدام، يعمل يبقى بصير، يعمل سروهات او اشتراكات. ده كله انا في الاخر طارق اتظلم بسبب طريقه لعب. هو الزمالك بيلعب بالطريقه دي، عاوز لعيب رقم 6 ان هو يقدر يدافع، ولو الباكين خرجوا او الهافين ما رجعوش لعمق الملعب عشان يدافعوا، او رقم 10 ما نزلش يدافع، طارق بيقدر يغطي المساحات الواسعه كويس جدا جدا جدا. لكن في الاخر هو الزمالك محتاج كده. انت منتخب مصر الطبيعي اللي انا كنت مقتنع بيه ان لازم تتكلم مع طارق وتجيبه المعسكر وتتكلم معاه، تقول له انا محتاج منك كذا وكذا 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 وكذا، وابدا اشتغل على كده. لكن في الاخر ممكن منتخب مصر ما يلعبش بالطريقه دي، ما يلعبش بالطريقه اللي يعني هو كيروش متوازن من النوعيه المتوازنه، ما بيهاجمش بعدد كبير وبالعكس وبيدافع بعدد كبير. فممكن طارق بالنسبه له انا عاوز لعيب بيغطي لي المساحات الضيقه مش المساحات الواسعه. فبالنسبه لي السوليه او النني او حمدي فتحي يقدر يقوم لي بالموقف ده يعني. وبالتالي ده اللي مخليني احس انه مع امكانيات طارق حامد وادواره اللي ممكن يعملها مختلفه عن باقي اللاعبين، بحس ان هو مش استبعاد فني بالاساس، ممكن يكون استبعاد مش عشان غلط حصل من طارق حامد، ما عنديش اي معلومه، لكن تحس انه كيروش حاسس ان الدماغين مش راكبه. عدم رضا طارق حامد عن البقاء بديلا قد يكون ده شعر بيه كيروش، وطارق حامد ما بيحبش يبقى بديل، ده كان واضح في عهد البدري. ما حلو، انا مدير فني. انا اللي في ايدي الدفه. انا اللي اقول مين يلعب ومين ما يلعبش، سواء عاجبه او مش عاجبه، هو ده في الاخر قرار انا الشخصي. فما اعتقدش ان طارق يعني او مستبعد بسبب الحته دي. 100 لعيب ما بيحبش يلعب، هو مين اللي ما بيحبش ما يلعبش يعني مزبط. يعني مين ما بيلعبش بيبقى زعلان، وقالب وشه وكل الناس بتبقى زعلانه. لكن في الاخر انا مدير فني، انا اللي بخلق الفرص، وانا اللي بشتغل مع الناس، وانا اللي بقول مين يلعب وما يلعبش، فكله بيحترم رايي في الاخر. المدرب الاجنبي النهارده ما جه استبعد قفشه واستبعد محمد شريف، بعد كده استبعد طارق وزيزو ورمضان صبحي وهكذا. فهو انا الاستبعاد ده كله انا من وجهه نظري كان عشان الحته دي، ان انا لما اكون جاي للمنتخب اجي واسكت والعب، لعبت ما لعبتش موجود، واتمنى ان انا اكون موجود. أيوة. ما كانش ليهم استبعاد فني من وجهه نظري، كان هو ده الرساله اللي كان عاوز يوصلها كيروش. طيب كيروش بعد المباراه اتكلم في تصريحات في المؤتمر الصحفي عن ضروره برضه دعم اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب حاليا. تعالوا نستعرض اهم ما قاله المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني بعد الفوز على السودان بخمسه اهداف دون مقابل. تصريحات كيروش كانت كالتالي: قال لعبنا كرة قدم سريعة، نجحنا في الضغط على السودان، دفاعنا كان بحالة جيدة، الفوز بخماسية ليس بالأمر السهل، بالتأكيد الجمهور فخور باللاعبين زي ما بيقولها دايما الجملة دي بعد الفوز بهذه النتيجة وحصد النقاط الثلاث وتصدر المجموعة، أطالب اللاعبين دائما أن يتحدوا أنفسهم، والأهم هو الروح الجماعية ونجاح اللاعبين الجدد في إثبات أنفسهم بعدما منحنا الفرصة لهم، يجب أن تشجعوا هؤلاء اللاعبين على التطور بشكل أكبر. أتعامل مع مباراة الجزائر ببساطة، مباراة بثلاث نقاط وأحترمهم، أفضل طريق أفضل طريقة لمواجهة الجزائر أن نستعيد عافيتنا سريعا ونبدأ من غد التفكير في الطريقة المناسبة لمواجهتهم. أكدت للاعبين أن علينا العمل بجدية وعلاج الأخطاء بشكل سريع لمنع تكرارها، ومن حق الجميع أن يحلم كل المدربين هنا
يحلمون بحصد اللقب. تعليق كابتن مجدي على كلام لا كيروش؟ هو من تصحاته دايما باستمرار ان هو بيشجع اللعيبه وشايف ان اللعيبه عملت اللي عليها سواء كانوا كويسين او وحشين، وده ودي دي حاجات ايجابيه لحد ما اللعيبه بالنسبه للعيبه. هو ممكن يتكلم مع اللعيبه جوه بطريقه ثانيه او شايف ان في اخطاء او لكن في الاعلام هو بيحمي اللعيبه ودايما بيديهم ثقه في نفسهم ان انا حتى لو انت شايف الجمهور كله شايف ان انت وحش انا شايف ان انت كويس وعملت اللي عليك واشتغلت. لكن اكيد اكيد جوه الغرف المغلقه او في اوضه اللبس يعني بيبقى في كلام اكيد مختلف وبالاخطاء والكلام ده كله. طيب خبرين سريعين جدا عن اللي حصل في اوروبا النهارده وبعدين نقرا تعليقات اصدقائنا من المشاهدين. النهارده ريال مدريد كسب ريال سوسيداد في انويتا بنتيجه 2-0. فينيسيوس سجل الاول بعد 1-2 حلو مع يوفيتش اللي حل بديلا لكريم بنزيما اللي تعرض لاصابه مبكره في اول ربع ساعه، ويوفيتش نفسه سجل الثاني فيتواصل تواجد ريال مدريد في القمه في الدوري الاسباني، لانه قبليها مباشره كان برشلونه بيسقط لاول مره تحت قياده شابي هرنانديز بعد ما خسر النهارده قدام ريال بيتيس في الدقيقة 79 من زمن المباراة، ودي آخر بروفا قبل مواجهة بايرن ميونخ في الجولة الحاسمة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. في ألمانيا كان في كلاسيكو النهاردة بايرن ميونخ ضد دورتموند وفاز بايرن ميونخ بثلاث أهداف مقابل هدفين. كانت البداية براندت سجل الأول لدورتموند وبالمناسبة أغمى عليه في خلال المباراة. ليفاندوفسكي تعادل، كومان تقدم لبايرن، تعادل هالاند، ليفاندوفسكي سجل الثالث وطرد مدرب دورتموند ماركو روز. الصدارة ما زالت لبايرن ميونخ. يلا بينا تعليقات حضراتكم لما سألناكم على صفحاتنا المختلفة فيسبوك وتويتر رأيكم في مستوى منتخبنا النهاردة قدام السودان كانت. يلا بينا كالتالي. سيف تيفا بيقول احنا معانا مدرب كبير وماتش الجزائر مش هيبقى مقياس لأي حاجة عشان الناس تفكيرها بدأ يروح ان ماتش الجزائر اختبار حقيقي. اي تعليق كابتن مجدي عايز تعلق على؟ هو اكيد اختبار حقيقي. طبعا اختبار حقيقي. محمد حسونة بيقول لما يكون في عدل في الاختيار هتلاقي نتيجه كويسه. قفشه ضعيف فنيا بدليل كل الماتشات اللي لعبها مع المنتخب اساسي شكلنا كان سيء او كارثي، تحديدا ماتش الجابون وانجولا ولبنان، وفي غيابه بنعمل اداء كويس زي ماتش ليبيا والسودان النهارده. احنا بننفخ في لعيبه محليه مش على المستوى الدولي، كفانا تطبيلا. كابتن مجدي لا قفشه لعيب كبير، بس انا قلت لك الطريقه بتاعت كيروش ممكن ما تخدموش. اللي هو اللعيب ال 4 3 3 ممكن ما تخدمش قفشه. تعليق صاحبه كاتب الحمد لله بيقول للاسف مباراه مصر مع السودان ليست مقياسا، وانا شايف ان المنتخب السوداني عنده مشاكل كتيره واضحه جدا في الملعب، وغير ده كله مطلوب منه 2. بالمقابل المنتخب المصري لعب الشوط الثاني كانه في حصه تدريب، وانا شايف ان منتخب الجزائر لو بيلعب مع السودان وفي نفس الظروف كان فاز بعشرة اهداف. كابتن مجدي لا انا شايف الاداء كويس وتحسن، لكن انا برضو معاه ان منتخب السودان مش المقياس اللي انت تقيس عليه اداء المنتخب. طيب هقرا التعليقات اللي جايه، اي تعليق تحب ترد عليه باضافه هبقى مستني كابتن مجدي. يلا محمود مبارك بيقول خدعه، مباراه عباره عن خدعه كبيره، مع احترامي للسودان في فرق كبير في المستوى بين مصر والسودان، حالتي طرد، ننتظر القمه القادمه مصر والجزائر. عبد الرحمن صبحي بيقول اداء جميل للمنتخب، انبسطنا لكن لا داعي للفرحه المبالغ فيها لان منتخب السودان ضعيف جدا، مبروك لمصر والقادم افضل. علاء بيقول الشوط الاول شوط عالمي، الشوط الثاني ليس على نفس المستوى، لم نجيد نقل الكره بصوره اسرع ولا اسهل، وكان يجب سحب احد المدافعين وينزل مهاجم. في نقطه بقى في الحته دي. يعني ماتش مثلا بتاع لبنان انت شايف لبنان ما عندهاش تحول هجومي تماما. انا بقى يعني بقى في بقى مثلا ايه شويه جرأه، انت تحول 4-4-2 تشتغل في الودين، تشتغل الجزء الهجومي اكبر، تشيل واحد من نص الملعب. هي الحته دي عنده هو دايما بيلعب 4-4-2. لا انا كان ماتش لبنان. لبنان تمام. انت النهارده عشان مطلوب منك مطلوب منه اثنين، فطبيعي يحط اربع فراوده قدام مش هتفرق كتير. كان ماتش لبنان كان لازم، وهو شايف ان لبنان ما عندهاش الجزء الهجومي اصلا ولا التحول الهجومي، كان ممكن اخر حتى نص ساعه ان انا اشيل واحد من نص الملعب وابدا اشتغل باثنين مهاجمين. يعني السيد الخميسي الخميسي بيقول ربنا ييسر الامور وشكلنا النهارده كان جيد وربنا يكملها بالخير. سيف السرحاني حي الواحد كان قلقان يا هاني، تحس ان كيروش جاي يجرب لاعبين وخلاص. اس بيقول الاداء كان احسن كتير لما القناعه اتغيرت وما خسرناش شريف في الجناح ولعب رفعت، انما كان مستوى عام كنا حلوين قوي. اهلي كينج بيقول طول ما المحترفين بعيد عنه هيكون في امل. ايه رايك في التعليق ده؟ لا طبعا يعني ايه يعني هو صلاح يبقى صلاح ومصطفى محمد ومرموش لا بيدوا، والنني طبعا اكيد هيدوا قوه. يمكن يقصد انه في غياب المحترفين بيعرف اكتر يقيم ممكن ما اكيد لان المحترفين بالنسبه له رقم واحد. صح طبيعي. يلا اخر صفحه اعتقد من التعليقات كانت. يلا بينا ماشي.
وده اخيرا ممدوح مكرم بيقول الاداء كان كويس بس ظروف الماتش خدمتنا جدا، مش لازم نبالغ في الفرحه، دي مباراه خارج التقييم لضعف المنافس. ده ثروت سلوى اشرف بتقول سيء، ده التعليق الوحيد اللي معترض على اداء المنتخب. عطله حاجه غريبه، انت ليه سلمت؟ انت الجزائر افضل مننا مع انهم منتخب محلي واحنا شبه اساسي، منتخبنا افضل بكتير طبعا. اه ده بيرد على انه حد غالبا كان كاتب ان الجزائر منتخب مرهق يعني. اه ليه سلمت يعني؟ تراجعت في الماتش؟ تراجعنا يعني، قصدي كان في فور، كان في احسن ممكن نقدمه بعد تاخر او تراجع السودان اه بالعدد، طبعا اكيد صح؟ كنت ممكن تخلص الماتش 7 8 يعني. وخلي بالك دي بتبقى رسائل يعني، انا بحب كده يعني، بحب لما تكون انت عندك الفرصه ان انت تجيب جوان اكتر واحسن، لازم تدي رساله للجميع اللي جاي يلعبك يقلق منك. بشكل عام انا رايي انه سواء كسبنا 5 او اتغلبنا 1 ولا 2 او كسبنا باداء غير جيد، ما دام شايفين ولو 1% تطور في تنفيذ اللاعبين لافكار مدربهم، اعتقد ان ده بيكون مكسب. بتكلم هنا على بطوله كاس العرب، تتفق ولا تختلف؟ في مكاسب ان أكيد. احنا يعني المكسب نفرح بيه حتى لو ما كسبناش 5-0. لا أنا شايف المكسب الحقيقي في الماتشين اللي فاتوا هو اللعيبة الجديدة اللي لعبت، وكنت أتمنى كمان إن اللعيبة الباقية تاخد، يعني متفق. اللعيبة الباقية كمان ايوه اللي هو أحمد ياسين والناس اللي راحت لازم كانت تاخد كمان وقت أكبر، لأن أنا خلي بالك يعني مش هقدر أحكم على لعيب جديد في منتخب في 5 دقايق في 10 دقايق في ربع ساعة، يبقى أنت كمدرب خدت لعيب فلن تقنعني ايوه ليه خدته؟ ليه خدته بالظبط، ايوه عشان انا ابقى مقتنع بوجهه نظرك ولا لا. انا ممكن اهاجمك واقول ان انت خدت الراجل النهارده حسين فيصل لما خدته، لا في عنده شخصيه، فانت النهارده نقدر نقول عليك شابوه، لكن في لعيبه تانيه لن تبينها لي في الملعب عشان احكم عليها، مش هتتحكم عليها من 10 دقائق يعني. اخيرا توخيل اتعادل فقد نقطتين من يونايتد، تعبان انت. والنهارده اتغلب من ويست هام 5 نقاط في 3 ماتشات. شايف الدوري بيبعد عن تشيلسي بشكل مفاجئ بعد الصداره طول الجولات اللي فاتت؟ بقول لسه بدري قوي يعني، يعني حتى لسه جوارديولا كان في تصريح بيقول لك انا تشيلسي خسر النهارده، ممكن الاسبوع الجاي هلاقي انا او ليفربول بنخسر نقط، وانت صح. النهارده ليفربول لاخر الدقيقه 92 كان هيخسر كان هيشتغل يعني هيطلع ماتش تعادل. فانا في الاخر شايف ان الفتره دي بالذات بتاعت شهر الكريسماس وشهر واحد هي دي اللي هتحدد بطل الدوري، لان على ضغط كبير جدا صح. جدا جدا، والمدرب الاصيع يعني في تدوير اللعيبه واللي هو جوارديولا طبعا، هيبقى الاهم يعني، هيبقى هو اللي ممكن يكسب الدوري يعني. الكرة الذهبية ميسي استحقها ولا كان اختيار غريب؟ غريب بصراحة. غريب. مين كان الأكثر استحقاقا؟ بص ما هو انت حسب خدوا ايه، ما حدش خد حاجة تقريبا، ما حدش خد حاجة في غير يعني ميسي هو خد كأس كوبا امريكا، إسبانيا وكوبا أمريكا كوبا مع امريكا. الأرجنتين. صلاح الفترة دي ما كانش خد حاجة، لكن أداء فردي صلاح احسن من اي حد موجود دلوقتي، ميسي كان هداف الدوري برضو مع برشلونة. بس صلاح احسن بكتير اداء فردي، انت بتلعب في الدوري الانجليزي، هداف الدوري، نعم موست اسيست، يعني الهداف الثاني للدوري بعد هاري كين. كل الارقام كانت قويه جدا جدا لصلاح. فاستغربت ده. صلاح لها سابع يعني، سابع سابع. دي بعيد جدا جدا نعم. جدا عن الواقع بصراحه. يقترب من الافضل ذا بيست في يناير بعد ما حصل انتقادات عالميه للوصول للمركز السابع. ممكن وارد جدا جدا جدا، لكن في الاخر 7 دي بعيد جدا يعني، على الاقل اول 3، على مفهوم الاقل اول 3. مفهوم. بشكرك جدا كابتن احمد مجدي نجم الكره المصريه والزمالك، كالعاده اتبسطت جدا بالقعده معاك والتحليل. حبيبي يا هاني انا اللي بتبسط بيك اكتر والله. حبيبي شكرا لحضرتك. حبيبي يعني قبل ما اختم ما كنتش عايز اعملها يعني ان انا اعلق، بس مضطر يعني، انا اسف. الكابتن خالد الغندور من يومين شفت له فيديو وهو بيتكلم عليا من غير ما يسميني، هتقول لي انت على راسك بطحه؟ اه على راسي بطحه، لان هي وقالها يعني ناقص يقول هاني، بس هو ما قالش هاني، قال حاجه ما حدش عملها غيري يعني. قال انه مذيع في ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا كان عرف اسم الحكم اللي كابتن عصام عبد الفتاح قال عليه الخبير يعني التحكيمي، فراح طلع حاول يتواصل معاه وقال ان هو ما ردش وعمل تحقيق على الهوا للقصه، وبغض النظر هي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، اللي هو لا دي نقطة مهمة جدا، هي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء، دي نقطة مهمة ما ينفعش نغض النظر عنها يا كابتن خالد، لكن يعني ان هو استغرب طريقة تناول الموضوع. كابتن خالد الغندور يعني أسطورة من أساطير الطفولة بالنسبة لي كلاعب، ومن وقت ما اعتزل في 2005 بدأ العمل في الإعلام مباشرة خلال ال 17 سنة السابقة يا كابتن خالد، وأنت تعرف كيف أحبك وأقدرك. خلال ال 17 سنة اشتغلت فيهم في 5 قنوات فضائية وفي 3 محطات إذاعية وتقريبا برنامج أو 2 أونلاين، في كل ال 17 سنة دول ما اتعلمتش حاجة عن الإعلام
معرفتش المفروض الواحد ازاي يشتغل اعلام، وايه دور الاعلامي انه سمع اسم حد يروح يشوف رايه لانه الراي ده كان مثيرا للجدل. ما هو ده دورنا يا كابتن خالد، 17 سنه مش عارف فيهم ازاي ايه اللي المفروض نعمله قدام الكاميرا، وهوقف عند كده. بس هو انا بقى تالت خامس مره بقولها للزملاء الاعلاميين، ما تجيبوش سيرتي، لاني والله احتراما للزماله انا بشوف كلام مستحيل يطلع من اعلامي في برامج كتير، وعمري ما هعلق على ده لانه احتراما للزماله. لكن اعلاميا في كوارث بتتقال على الهواء، في كوارث بتتقال على الهواء. فخليكم في حالكم الى كل زملائي الاعزاء، خليكم في حالكم. بعد الساعه 11 بكره ان شاء الله هنلتقي باذن الله في حلقه جديده من الماتش. تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، الى اللقاء.